عندك شويه لحمه ومحتاره شو تطبخي؟ ما لك غير الماريه السوريه باللحمه المفرومه، اكله بتشهي القلب وبتاخذ العقل، والكل رح يحبها. ومن دون عجن فينا نستخدم الخبز المتوفر عنا، فينا نستخدم المرقد العادي، الخبز السياحي، خبز الصاج، الخبز المتوفر عنا. عندي نص كيلو من لحمة الغنم المفرومة ناعم، يفضل يكون فيها نسبة 20% من الدهنة. أنا لأنه ما فيها دهنة ضفت لها 100 غرام من اللية الخروف المفرومة. بدنا نص باقة بقدونس، أنا هون مستخدم الورق بس. فينا نستخدم محضرة الطعام لفرم الخضرة، بس بصراحة أنا بفضل الفرم بالسكين، بيطلع لون الخلطة أحلى وحتى الطعم النكهة. لما نفرمها محضرة الطعام بصيروا كلهم هيك لون واحد، يعني بصير كلهم لونهم أحمر، هيك كتير بيطلع لونهم حلو. إذا فرم السكين ما رح ياخد وقت كتير، وإذا عندكم محضرة الطعام وما عندكم وقت فيكن تحطوا محضرة الطعام وتفرموهم. عندي فليفلة حلوة وحدي، فينا نستخدم وحدة منهم أو تنتين. إذا هلأ بالنسبة للفليفلة منشيل البزر والشروش ومنعملن شرائح طولية رفيعة مثل ما نكون شايفين، وبرجع بعدين بفرمون بالعرض بالسكين. بهاي الطريقة بينفرموا بشكل ناعم وسريع. أنا رح أختصر من الفيديو كتير مشان ما ناخد وقت كتير طويل على فرم الخضرة. هلأ رح أفرم الفليفلة الحدة، هاي الحمرة الحدة، وكمان لسه عنا خضرة تانية. بالنسبة للبصل أنا بصراحة كنت بدي شغل محضر الطعام بس منشان البصل منشان ما يحرحروا عيوني، بس غيرت رأيي. بنعمل هيك شرائح دائري مثل ما نكون شايفين بس تكون رقيقة، كمان بنعملهم بالطول بالأول وبعدين بالعرض، ودغري بينفرموا معانا. ما غيرت رأيي إنه الحرام شغل محضر الطعام منشان هاي هالبصلتين. إذا فرمت أول بصلة وهلأ البصلة الثانية وما أخذت معي وقت أبداً. بندورة، إذا خدنا بصلتين، هلأ بندورة حبتين بندورة كبار، فرمت أول واحدة مثل لما نفرم للتبولة ناعمة. شوفوا كيف بعملهم، أول شيء شرائح تكون رقيقة بهالشكل، برجع بعملهم بالطول وبعدين بالعرض ونعملهم رفق، يعني هيك يكونوا ناعمين فقط هيك بهالشكل، دغري بينفرموا بشكل ناعم. إذا حبتين بندورة، حبتين بصل، قرنين فليفلة، فينا نستخدم حد حلو، نص بقد بقدونس، وهي هي كل الخضرة، وفينا نحطهم كلهم محضرة الطعام مثل ما قلت لكم. هلأ بدنا نضيف ملعقة من صلصة البندورة وملعقة من دبس الفليفلة، إذا حد فينا نضيف نص ملعقة بيكفي، ملعقتين صغار ملح، نص ملعقة فلفل أسود، والسبع بهارات ملعقة صغيرة، وفينا نضيف ملعقتين طعام من دبس الرمان. ضروري نعجن باليد لمدة شي دقيقتين حتى تختلط المواد كتير منيح، وخاصة إذا كانت اللية أو يعني الدهني لوحدها، منشان هيك ندعكها كتير منيح وتختلط مع الخضرة واللحمة. وهلأ بعد شوي رح نعمل حركة أو خطوة كتير مهمة، وهي تدخين الخلطة مشان تطلع طعمة المارية العرايس نفس طعمة المشوى على الفحم. أنا هلأ عم فحمي فحمي على البوتاغاز، هلأ بحط يعني بعمل فتحة بقلب اللحمة بالصحن، ومن بحط صحن صغير بقلبه مع الملعقة من الزيت، وبجيب الفحمة ودغري بحضر غطى جنبي، دغري بغطي الوعاء، بغطيه كتير منيح منشان ما تهرب الدخنة، منشان اللحمة تاخد كل نكهة الفحمة. هلأ بصحن صغير بحط ربع كوب زيت زيتون، ملعقة صغيرة من دبس الفليفلة، وملعقة صغيرة من البابريكا. هاي خطوة اختيارية بس كتير بتعطي الخبز طراوي وبتعطيه لون أحمر وحلو، يعني رح نسميها زيت المحمرة فينا نقلها. هلأ بعد مرور 5 دقايق شايفين كان لسه الدخنة محبوسة مع اللحمة، منحط هلأ الحشوة بمصفاي منشان نتخلص من المي الزايد بالحشوة. لما نفرمهم على فكرة بالسكين ما بيطلع كتير منهم مي، بس إذا فرمناهم محضرة الطعام أكيد رح يطلع من الخضرة كتير مي. هلأ بالنسبة لتحضير الخبز المارية، فينا نستخدم خبز السياحي، خبز المرقد العادي، خبز الصاج، أي خبز متوفر عنا. أنا قسم منهم عملته بخبز السكري هداك الانخالي، وقسم منهم يعني عملته بربطة سياحي. شايفين بنفتح خبزة السياحي، بنعبي الأول وجه طبقة رقيقة من الحشوة اللحمة، كبسها كتير منيح بمقلاية جرانيت أو تيفال، ندهنها بنقطتين ثلاثة زيت على نار أخف من الوسط بشوي، حطيتها وحطيت غطا فوقها، بتركها شي دقيقة ونص لدقيقتين. بحضر الخبزة الثانية بتكون جهزت أول وحدة. إذا هلأ شايفين كيف بوزع اللحمة طبقة رقيقة من اللحمة على كل الوجه السميك من الخبزة، تمام بهالشكل. إذا فينا نستخدم الخبز تبع السكري، أنا عملت ربطة سكري كتير طلعت طيبة كمان،
طلع لونهم شوي غامق هلا بنشوفهم اخر الفيديو، بس كتير طيبين كمان طلعوا. وهذا السياحي شايفين بعد مرور شي دقيقه ونص لدقيقتين بدهن الوجه الفوقاني بهذا الزيت والمحمره، بتركهم شوي شي 20 ثانيه برجع بقلبه وبدهن الوجه الفوقاني كمان، وهيك مدهن الخبزه من الاعلى ومن الاسفل، بيعطيها طعمه هيك فليفله وزيت، الزيت بيعطيها طراوي. ومنشيلهم ونحطهم بصحن وحده ورا الثانيه. فينا نسخن يعني نعمل بمقلايتين سوا اذا ما عندنا سخانه، انا رح اعمل قسم منهم على سخانه الساندويش. هلا منشوف كيف بنعمل الخبزه، ما بنفتحها نتركها بحالها مثل ما نكون شايفين. بعبي لحمي نصها، اذا هيك بحط لحمي لنصها تماما، بقلب النص الثاني فوقها، رح حضر خبزة تانية لأنه السخانة يعني بتسع تنتين حسب كمان السخانة اللي عنا، إذا بتسع تلاتة كمان كتير منيح. على فكرة تبعون السخانة كمان ممتازين وبيطلعوا بشهوة القلب ومستويات، ما تخافوا الكل رح يستوي، يعني خبز السخانة وخبز المقلاي كله بيستوي. شايفين إذا هاي تبع المقلاي، بعد مرور شي دقيقة ونص دقيقتين بدهن الوجه العلوي، برجع بسكرها شوي وبقلبها على الوجه الثاني، وكمان هلأ بعد شوي برجع بدهن الوجه الفوقاني. وهكذا بنعملهم بياخدوا العقل طعمتهم، وما رح تلحقوا تعملوا منهم. هدول تبعهم شايفين ما أحلى هون منظرهم، هدول تبع الخبز السكري كله طيب بياخدوا العقل طعمتهم، يعني بتعملوا من هون وولادكم رح ياكلوا من هون، ما رح يضل شيء آخر يعني ما تخلصوا شغل ما بيكون بقيان شيء منهم أبدا أبدا. شايفين تبع السخانة ما أحلى هون، هيك كمان بعد مرور شي دقيقة ونص دقيقتين بتدهنوه من أول والجنب، بترجعوا بتسكروا شي 20 ثانية وبتدهنوا الوجه الثاني. السخانة كمان ممتاز الشغل فيها. هلأ شوفونه من الداخل مستوية اللحمة، بشكل اللحمة طبعا مفروض تكون ناعمة منيح منشان دغري تستوي، والطبقة رقيقة فرح تستوي. ناكلها جنب لبن أو لبن العيران، أكلي بتشهي القلب. مارية السورية أو العرايس باللحمة المفرومة، أكلي عن جد ولا أفخم من هيك. بنصحكم تجربوها، وإذا عجبكم فيديو اليوم ما تنسوا تدعموني بلايك، وإلى اللقاء مع وصفات جديدة بإذن الله.